أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها انضمام الحوثيين إلى ثورة الشباب السلمية، ما وراء هذه المشاركة ونتائجها. بعد أن وصلت مخططات توريث الحكم لعائلة صالح حد العبث بالدستور وبالقوانين وتفصيل الدولة ومؤسساتها على مقاس الولد أحمد وأبناء عمومته، وبعد أن استأثرت فئة من المتسلقين ومن مراكز النفوذ المحيطة بالحاكم بما يزيد عن 95% من السلطة والثروة، خرج اليمنيون في فبراير 2011 يصدحون بأحلامهم بل بحقوقهم في ساحات التغيير والحرية من أقصى اليمن إلى أقصاه. كانت هتافاتهم ومطالبهم واضحة ومحددة: دولة مواطنة، دولة قانون، يمن لكل اليمنيين. لم تغلق الساحات في وجه أي مكون أو فرد أعلن ولاءه لفبراير، فما من خيار أمام المعتصمين لاختبار الملتحقين بركب التغيير، وما من سبيل للفرز والتقييم طالما والجميع يرفع ذات الهتافات وذات الأهداف. كان أنصار الحوثي، وهي الميليشيا المجرم الانتماء لها في القانون اليمني حينها، والتي خاضت 6 حروب مع الدولة والتي تتقاطع تركيبتها الأيديولوجية والفكرية مع أهداف وقيم فبراير، واحدة من مكونات الساحات، غير أنها انقلبت على الثورة التي احتضنتها واعترفت بالحقوق السياسية لكل فئة الشعب، وانقلبت على الحوار الذي تعامل معها كمكون سياسي، وانقلبت على حكومة هي من فرضها بالقوة، وأخيراً وبقوة السلاح أيضاً انقلبت على الدولة اليمنية الجديدة والنظام السياسي الذي لم يستخدم العنف ولم يقمع حرية التظاهر، بل استخدم الحوار كوسيلة لحل إشكاليات الماضي والحاضر. هل كانت إذن ساحات التغيير مجرد محطة انطلاق وانتشار للجماعة المحاصرة في كهوف صعدة؟ ما الذي قدمه فبراير للحوثي وميليشياته، وكيف كان الرد الحوثي عليه؟ هل ضربت الثورة من الداخل أم كانت الطعنة بتحالف خصوم فبراير وخصوم سبتمبر معا كما يقول البعض؟ وبالمقابل، إلى أي مدى يتحمل شباب فبراير مسؤولية استقبالهم للحوثيين واعتبارهم جزءا من جسد فبراير؟ وهل كانت لديهم خيارات لقبول أو رفض من يعلن انضمامه للثورة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محل نقاشنا لهذه الحلقة من فضاء حر مع ضيفينا من صنعاء، عضو اللجنة التنظيمية لثورة الشباب سابقا محمد العماد، ومن إسطنبول رئيس القطاع الطلابي بمجلس شباب الثورة محمد المقبلي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. البداية معك أستاذ محمد العماد، ماذا كان يريد الحوثي وأنصاره بالانضمام إلى ثورة فبراير السلمية؟ نبارك ونحن للشعب اليمني الذكرى ثورة فبراير، وإن وصلنا بالحال إلى ما نحن عليه، ولكن هذه هي ضريبة أي ثورة، كما كانت ثورة سبتمبر الذي خرج اليمنيين لتحقيقها، وحصلت ما حصل فيما بعدها من صراعات سياسية بين المكونات السياسية، وتحمل العبء هم الشباب. وكلامي ثورة فبراير نتكلم بكل شفافية وكل صدق، كانت ثورة فبراير هي كل من جمع وكل من تآمر عليه نظام 33 سنة، خرج في ثورة فبراير خرج كل من تآمر عليه النظام 33 سنة، بداية من الناصري إلى الاشتراكي إلى الأحزاب الإسلامية السياسية، بداية من الإصلاح إلى أنصار الله. بدأت ثورة الشباب كشباب بشكل عام، ثورة الشباب ركزت على 4 أسس، هو إسقاط النظام الذي كان يحكم بعقدية ملكية بعباد جمهوري، والذي كان يريد أن يسلط كل شيء لأسرة معينة ويتصارع مع القوى الأخرى بأساس الثروة ولا بأساس الدستور ولا بأساس القانون، إلى أن وصلت الحال إلى الانتخابات البرلمانية والتزوير الذي حصل فيها، إذا ابتعدنا كل البعد عن ثورة 26 سبتمبر التي أطلعت هذا النظام. ولهذا بشكل عام كانت الثورة ثورة واجبة، ليس فقط من بالطموح إلى التقدم، ولكن للعودة إلى أهداف 26 سبتمبر الذي حاول أن يطغي عليها النظام 33 سنة. فيما يخص مكون الحوثي في حين أنصار الله الآن، نعم، وهذا هو السؤال، هو كان من ضمن المكونات الذي دخلت في حينه واستكبرها الشباب بشكل عام، ولم يكن في حين أي بادرة
لأي مكون، وكان جميع المكونات بداية من من قام وصاح بأنه ضروري تحديد الشرعية فوق أن نجعل النظام إسلامي على الأطراف كلهم في البداية. كل المكونات بدأت كم دافعة مع الشباب بكل أهدافها. الذي حصل عندما انقلبت جميع المكونات ودخلنا في المبادرة الخليجية هي من جعلت جميع المكونات السياسية بأن توصل إلى أطماعها. نعم أنت خرجت أستاذ محمد، نعم أستاذ عماد أنت خرجت قليلا عن سياق السؤال وتحدثت عن تفاصيل كثيرة، ربما تحديدا السؤال لم تجب عليه تحديدا، وهو كان حول ما الذي كان يريده الحوثي من انضمامه لثورة فبراير. دعني أحول هذا السؤال إلى الأستاذ محمد المقبلي وسأترك لك المجال في سياق الحلقة. تفضل أستاذ محمد المقبلي. في البداية الرحمة على شهداء الثورة والمقاومة، الشفاء لجرحى الثورة والمقاومة. للإجابة على سؤالك ماذا كانت تريد جماعة الحوثي من ثورة 11 فبراير، هو ما أصبحت عليها الآن، خنجر مسموم في خصرة ثورة فبراير، وثورة مضادة، وخلية سرطانية في الجسد الجمهوري. هذا ليس ما أقوله أنا ولا ما يقوله المشروع المدني لثورة فبراير، ولكن ما تقوله حركة التاريخ اليمني الحديث التي تدون الآن بالكلمة وبالصورة. فلم نعد في زمن الرهينة ولا في زمن سيف الوشاح. نعم ممتاز، أشكرك أستاذ محمد المقبلي، يعني أشكرك على التزامك بوقت هذا السؤال الأول الافتتاحي. اسمحوا لي ضيفي الكريمين والمشاهدين أن نذهب إلى هذا التقرير الذي يستعرض أبرز محطات الحوثيين منذ ثورة فبراير 2011، بعدها نعود للنقاش، ابقوا معنا. في 16 من فبراير عام 2011 دعا عبد الملك الحوثي أنصاره لاستغلال الفرصة والالتحاق بساحات التغيير ضد نظام صالح. في أكتوبر عام 2011 حصرت ميليشيا الحوثي مدينة دماج التي يتمركز فيها السلفيون منذ سنوات، وخاضت معهم اشتباكات عديدة. ومنذ نهاية عام 2011 اعتبرت صعدة محافظة معزولة للحوثيين خارج إطار سيطرة الدولة. وفي نوفمبر عام 2011 أعلن الحوثيون رفضهم للمبادرة الخليجية التي تم توقيعها في الرياض، ومع ذلك شارك الحوثيون في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2012. في 8 من مارس عام 2013 شارك الحوثيون في مؤتمر الحوار الوطني بواقع 35 مقعد. وفي 13 من يناير عام 2014 هجر الحوثيون مواطني دماج من مدينة صعدة. في ختام مؤتمر الحوار الوطني حاول مكون الحوثيين إجهاض مؤتمر الحوار من خلال رفضهم للعديد من المخرجات أبرزها مشروع الأقاليم. بعد مؤتمر الحوار بدأ الحوثيون الاجتياح المسلح للمدن انطلاقا من صعدة ومرورا بحجة وعمران وصولا إلى صنعاء. في 11 من سبتمبر عام 2014 اجتاحت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح العاصمة صنعاء بقوة السلاح وأعلنت سيطرتها على مؤسسات الدولة. 19 من يناير اقتحمت الميليشيا دار الرئاسة والقصر الجمهوري وفرضت الإقامة الجبرية على الرئيس هادي وأعضاء الحكومة. وحتى الآن تستمر ميليشيات الحوثي بالتحالف مع قوات المخلوع في الانقلاب ومواجهة الحكومة الشرعية. إذن بالعودة إليك أستاذ محمد العماد، كما استمعت إلى هذا التقرير الذي يرصد محطات لأداء جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي خلال فترة من فبراير حتى الآن، وجزء من محطات لأداء هذه الجماعة التي انتهت بالانقلاب على الدولة. أيضا الأستاذ محمد المقبلي يصف جماعة الحوثي ومشاركتها في فبراير بأنها خنجر مسموم في خاصرة فبراير وسرطان نهش الثورة، بل أنهم كما وصفهم المقبلي ثورة مضادة بامتياز. كيف ترد؟ بداية كنت أتمنى بأن يكون البرنامج محدد لأهداف الثورة والثورة الشبابية، ولا أدخل بصراع القوى السياسية الذي أوصلت شباب الثورة إلى الخطاب الذي يتكلم فيه الأخ محمد. ولكن ما دام دخلنا بهذا يجب أن نفسر ونطرح النقاط ونوضح النقاط على الحروف. هذا هو المطلوب. أولا التقرير كان ناقصا فيما يخص أن ابتعدتم كثيرا على شيئين وهو مهمين، وهو الذي أوصل الخطاب للأخ محمد إلى ما نحن إليه.
هناك كان صراع ايديولوجي بين جماعه الاصلاح وبين جماعه انصار الله بدايه من الساحه الى ان وصل الحال الى الجوف قبل ان يكون مساله دنباج الى حجه قبل ان توصل مساله دنباج الى ان حاول الاصلاح بان يضع نفسه مكان قوات صالح عندما حاولوا اسقاط المعسكرات في الجوف وحاولوا بان يضعوا نفسهم فوق الحوثيين، الحوثي اراد ان يقول نحن شركاء في ثوره، بدات الصراعات بدايه من الجوف بسبب الايديولوجيه الذي يحملها الاصلاح الاسلامي المتشنج او بسبب الايديولوجيه الذي يحملها انصار الله في حين نكون واضحين وقاطعين فيها. فيما يخص في الجوف وفيما يخص في حجه والى اكثر من مكان بدا الصراع من الخيام، والاخ محمد يدرك من الخيام في الساحه جميع المكونات بما فيهم انصار الله وبما فيهم الاصلاح وجميع المكونات أرادوا بأن تكون هذه بأن تكون ودفعوا بالشباب وكانوا ونحن من ضمن الذي دفعنا في بداية الثورة إلى أن دخلت العملية السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن إليه. لو كان الناس منقادين على الشباب لما وصل الأخ محمد على الخطاب المتشنج ولا ما وصلنا إلى تحديد الأرقام وتحديد الرموز. لا يمكن أن نفصل الإصلاح والذي الاصلاح الذي انتقض على المخرجات الحوار عندما رفض الباسم كويس. نعم هناك صراع سياسي. هل الاصلاح عفوا استاذ محمد صالح لمصلحته واستخدمه الخليج لاسقاط الاخوان. طيب اذا انت طرحت افكار ونقاط كثيره وهي ثريه ايضا لهذا النقاش، تحدثت ان الاصلاح هو الذي انقلب على مخرجات الحوار الوطني وان صراعات الاطراف ومكونات الساحه هي التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه. وانا اتحول الان لاعطي حق الرد للاستاذ محمد المقبلي، يعني الاستاذ محمد العماد يتحدث بانه الاصلاح وخطابه المتشنج والخلاف الايديولوجي بين الاصلاح والحوثي هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه وهو الذي يعني مثل انتكاسة لثورة فبراير. ربما أنا أعتقد من وجهة نظري ووجهة نظر كثير من المتابعين السياسيين أن تصوير الصراع على أنه مع الإصلاح نكتة سامجة وقديمة انتهى زمنها بسقوط الدولة في عمران وسقوط القصر الجمهوري والاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على البرلمان والاعتداء على الدستور واجتياح إب وتعز واجتياح الجنوب، فهذه أصبحت نكتة سمجة يعني قديمة جدا وكان حديث ما قبل دخول عمران. الواقع يقول أن جماعة الحوثي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني، انقلبت على أهداف ثورة فبراير، لم تعارض المبادرة الخليجية والتسوية السياسية بأسلوب راقي كما عارضها شباب ثورة فبراير عندما قبلوا بالتسوية السياسية وعارضوا الجانب الغير العادل فيها والمتمثل في الحصانة، لكنهم اعتدوا على مؤسسة الدولة وعلى النظام الجمهوري وعلى الدستور. فإذا كان الإصلاح هو الدولة وهو النظام الجمهوري وهو الدستور وهو مؤسسة الدولة التي سقطت بيد الحوثي فهذا يحسب للإصلاح وليس عليه. لكن في حقيقة الأمر لدى الجماعة الحوثية الإمامية عداء متأصل، هذا العداء المتأصل في طبيعتها الأساسية هو الذي أدى إلى الإنقلاب الذي هو في مضمونها الأساسي إنقلاب على المكتسبات السياسية لجماعة الحوثي نفسها. هي انقلبت على ثورة اعترفت بها سياسيا وانقلبت على حكومة أتاحت لها حق التظاهر وانقلبت على مخرجات الحوار الوطني الذي اعترفت بها كمكون سياسي وأصبحت الآن في عزلة دولية وإقليمية وسياسية ومدنية وستدخل في عزلة شعبية عند إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. ونقول اللهم لا شماتة، لن نشمت فيهم ولكن هم من أوصلوا أنفسهم إلى هذا الطريق، فأسطوانة الإصلاح أصبحت أسطوانة مشروخة ونكتة قديمة وسامجة. نعم أستاذ محمد العماد، كما استمعت إلى طرح المقبلي وتحدث بأنه الانقلاب كان على كل يعني مؤسسات الدولة وعلى كل ما توافق عليه اليمنيون، هل الإصلاح هو كل هذا؟ هل الإصلاح كما جاء على لسان أيضا المقبلي هو مؤسسة الدولة المدنية والعسكرية التي تم إسقاطها؟ هل الإصلاح هو المحافظات التي سقطتها؟ الإصلاح هو المحافظات التي تم اقتحامها وهو المواطنين بعشرة الآلاف الذين تم اختطافهم؟ ويعني فسر لنا يعني كيف أن الإصلاح هو من أوصل الحال البلاد إلى ما وصلت إليه وكان هو سبب في انتكاسة فبراير؟ ما يخص الاعتراف بالمبادرة الخليجية أعتقد بأن الشباب الثورة انقسموا بين ماشي بعد حزبيته وبين رافض، وهذا من حق شباب الثورة الذي أرادوا أن يحققوا جميع مطالبهم وهي إسقاط النظام وليس إعطاء النظام نص النظام الذي اليوم النظام مستمر إلى يومنا هذا وعاد بشراكته 50%، وهذا البركة في المبادرة الخليجية الذي أبقت. الشيء الآخر الذي يجب أن نتكلم عندما حصلت عمران
أن نتكلم بالتاريخ، لا نتكلم حصل 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 أول انقلاب. الثورة ما هي؟ الثورة هي ربطا لنظام علي عبد الله صالح، يعني انقلاب لنظام كان يأتي بقوانين، نظام يريد أن يطبق ويحقق ما يريد لأسره ولحزب فقط. نعم. كان الثورة الحوثي للأسف بأنهم عند بسبب سوء تصرفات الإصلاح وصل في مرحلة حكومة باسندوها إلى إقصاء اللقاء المشترك بحد ذاته. الإصلاح وصل إلى حكومة المشترك إلى إسقاط معسكرات تحت الثورة وإعطاء ضباط منه إليها في الجهاز الأمني في الجهاز العسكري. أتى أنصار الله بفكرة نفس الفكرة وأتى يطبق. أنا لا أصحح ذلك ولن أخون ذلك ولكن أقول بحقيقة كثورة شباب، أنا محمد علي العمد، كثورة شباب كانت ثورة الشباب مبتعدة عن الساسة، لا ساسة الإصلاح ولا ساسة أنصار الله. سبب وصول الأذياب بالعقل الآن الذي حاصل في المعارك، لولا أنصار الله لولا الإصلاح لما استخدم الخليج الاخوان لما استخدم الخليج الاخوان ولما فرض علي عبد الله ولما فرض علي عبد الله صالح جنب انصار الله. مشكله خلاف ايديولوجي عكسه على ثوره 11 فبراير الذي اوصلت اليمن الى ما هي عليها اليوم. استخدم الخليج واستهدف علي عبد الله، فلا نريد ان ناتي خطاب كهنوتي. وانصار الله هم من كانوا في مخرجات الحوار الوحيدي الذي طالبوا فصل الدين عن الدولة، بفصل مسألة رجال الدين، فصل مسألة القوانين الدينية والاحتكام بالشريعة الذي يريد كل مذهب أن يجر هذا صالحه وأن يكون القانون. وكان من ضغط على هذا الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين. لا ينبغي بأن نتهم طرف معين وأن نترك الطرف الآخر. الطرفين بسبب الذي وصلنا اليه. طيب انا سالتك نعم انت الان تعيد كلامك استاذ محمد، انا كان سؤالي واضح. انت في اجابتك السابقه تحدثت بان الاصلاح حزب الاصلاح وهذا الخطاب الذي سمعناه اثناء مشاركتكم داخل الساحه لما كان الاصلاح شريك لكم في الثوره وبعدها وبعد الساحة. نعم وبعد الساحات استمريتم الى ان اصبح الامر مكشوف لدى الجميع ان خصومتكم للاصلاح هي مجرد غطاء او خطاب وعناوين لانقلاب مبيت على الدولة وكل مؤسسة الدولة. وهذا كان سؤالي أنه ما علاقة خصومتكم مع الإصلاح ومشاكلكم الأيديولوجية إن وجدت مع الإصلاح بالانقلاب الذي تم على الدولة وبتسربكم من داخل ساحات فبراير إلى المحافظات وإلى المدن وإلى الأرياف واقتحامها بقوة السلاح؟ أستاذ عندما نتكلم الآن عندما أتكلم على الإصلاح وأنصار الله لا يمكن بأن أفرق واحد عن الشيء الآخر. عندما نتكلم على اثنين استفاد والأطراف الأخرى، بمعنى في تلك المرحلة معك الخليج استفاد من إسقاط الإصلاح وعلي عبد الله صالح قام في مثلا في 21 سبتمبر ما أعرف كم قام علي عبد الله صالح ومن مؤتمرين كثيرين من الذي كان الإصلاح يتصرف كما كان يتصرف علي عبد الله صالح مثلهم. الإصلاح كان دولة سنتين كانت دولة عندما أكلمك بعد الثورة، أما قبلها قبل الصراعات كانت حاصلة ومحصلة قبال الجميع. الموضوع بأنهم بعد مخرجات الحوار مثل واضحين بعد مخرجات الحوار بدأ كل طرف يفكر بأن يكون تركته أكثر من الآخر إلى أن وصلنا لا يوجد لا دولة ولا ترك. طيب يعني على اي حال هذا خطاب مقبول حتى الان، يعني مساله انه كل واحد يفكر بتركته في حدود الاداء السياسي والقنوات السياسيه. احنا كنا نتحدث عن من حمل السلاح وانقلب على وانقلب على مخرجات الحوار. الطرفين حملين السلاح في الجو ونحن في الساحه وهم يتكاتلان. الطرفين حمل السلاح في حجه. نعم. الطرفين حمل السلاح في صعده، اما ان نبعد شيء عن شيء على الاصلاح. طيب استاذ محمد المقبلي، استاذ محمد المقبلي اذا وباعتراف ايضا سيد العماد يقول بانه كانت الاطراف تحمل السلاح حتى اثناء 2011 وهو يعني يذكر الاصلاح ايضا كواحد من الاطراف، يعني الا تعتقد بانه شباب الثوره ايضا يتحملوا مسؤوليه استقبالهم لمكونات تحمل السلاح؟ واتحدث تحديدا عن ميليشيا الحوثي التي كانت مجرمه بحكم القانون اليمني وكانت تعتبر وقد خاضت حروب مع الدولة. هل انطلت فعلا اللعبة على شباب الثورة أم أنه كان أنه لم يكن لديهم خيارات أخرى؟ بالعكس، شباب الثورة كانوا عندما أعلنوا ثورة شعبية كانت مفتوحة لكل الأطراف، والذين انخرطوا في ساحة الثورة لم يكونوا الحوثيين المسلحين،
كانوا مجموعة من الشباب الذي دخلوا الساحات بدون سلاح، فالكل دخل ساحات الثورة بشروط فبراير. لكن الذي حصل أساساً أن هذه الجماعة تحالفت مع الثورة المضادة لفبراير، وأصبحت ثورتين مضادتين، ثورة مضادة لسبتمبر وهي جماعة الحوثي الجماعة الإمامية، وثورة مضادة لفبراير وهي المشروع العائلي لعلي عبد الله صالح. فالذي حصل مخرجات المسيرة الحوثية الصالحية كانت استهداف لكل رموز فبراير ورموز سبتمبر. أنا سأثبت لك بالصور، هذا الشهيد القائد عبد الرب الشدادي كان أحد قادة حماية ساحة الثورة في صنعاء، تعرض للاغتيال على يد الميليشيا الحوثية الصالحية. هذا أحد رموز فبراير أيضا، الشاعر الغنائي نائف الجماعي وأحد رموز ثورة فبراير، وهو الذي قال في قصيدته الغنائية: حنيت للشعب والساحات والثوار، قتل على يد المسيرة الحوثية الصالحية. هؤلاء الشباب الذين تعرضون للتعذيب على يد جماعة الحوثي والصحفيين المختطفين وغيرهم، وهذا الملف الكبير الذي فيه جرائم الجماعة الحوثية الفاشية، هؤلاء كانوا في يوم من الأيام شركاء في الثورة، فتحوا صدورهم لكل فئات الشعب، ولكن جماعة الحوثي أطلقت الرصاص على من منحتهم الحرية. انظري كيف وزعت جماعة الحوثي بإنقلابها وتحالفها مع علي عبد الله صالح الشباب، وزعتهم إلى ثلاث خيارات: شباب في المقابر، شباب في المعتقلات، وشباب في المنفى. إذا ثورة 11 فبراير هي إطار قيمي الكل التزم فيه، الإصلاح التزم في الإطار القيمي في الحد الأدنى، الاشتراكي التزم في الحد الأدنى، القبيلة التزمت في الحد الأدنى من قيم 11 فبراير، حتى الجناح في المؤتمر الشعبي العام المتصالح مع التغيير والذي مساند للشرعية الآن التزم في الحد الأدنى لقيم 11 فبراير. من الذي خان قيم 11 فبراير؟ من خانت قيم 11 فبراير هي جماعة الحوثي في جوف حاربة الدولة ومؤسساتها، وفي صعدها الجماعة المتمردة حاربت الدولة ومؤسساتها، وفي عمران اعتدت على المعسكرات وعلى اللواء 310 وعلى المحافظة وهي الشكل الإداري لمؤسسات الدولة فيما يتعلق مؤتمر الحوار الوطني كانت الجماعة تبيت ونحن وحبر مؤتمر الحوار لم يجف بعد، والجماعة الحوثية وعربة الديناميت تتمدد باتجاه دماج، تتمدد باتجاه عمران. انظري ما الذي منحه شباب الثورة 11 فبراير وكل قوى ثورة 11 فبراير بكل اختلافاتها، ما الذي منحته الجماعة الحوثي؟ نعم. منحت لجماعة الحوثي الحرية والحقوق السياسية وحرية التظاهر. وما نعم. الذي منحته الجماعة الحوثية الإمامية الفاشية لقوى ثورة 11 فبراير؟ اقتحمت مقراتهم، فجرت المؤسسات، اعتقلت الآلاف، نعم. دمرت مؤسسات الدولة. لا دعني أترك المجال له للرد. إذن يتحدث السيد محمد المقبلي عن امتيازات كبيرة وفرتها ثورة فبراير لجماعة الحوثي ابتداء من استيعابهم كمكون سياسي، أيضا يعني مشاركتهم في حكومة الوفاق الوطني، ومن ثم أيضا مشاركتهم في الحوار الوطني. بالمقابل سيد محمد العماد، ما الذي قدمه الحوثيون لفبراير؟ اولا بدايه عند في توضيح، اولا قاده الثوره من فبراير من الشيخ صادق الاحمر الى حميد الى التجمع اليمني للاصلاح. ارجو ان لا نعيد نفس الاسطوانه السابقه، دعنا نتجاوز حتى نمضي بالحوار الامام. نقاط كثيره طرحها الاستاذ محمد المقبلي، لم احب ان اتوقف عندها حتى نتحرك بالنقاش الامام. بس في شيء عندما تقولي كانت حرب شرعيه وجميعهم اعتذر على الست الحروب، نعم، ولهذا هي جماعة كانت مظلومة. النظام الذي أجمع الإصلاح وأجمع، وهذا أيضا من امتيازات فبراير أضيفها أيضا لهذه أيضا النقطة أضيفها الامتيازات التي حصلت عليها جماعة الحوثي، أيضا الاعتذار لصعدة ونعم الاعتذار لصعدة واعتبارهم مكون سياسي. بالمقابل سؤال أرجو أن تجيب باختصار، بالمقابل ماذا قدمت جماعة الحوثي لفبراير؟ لحظة باختصار. الشيء الآخر عندما نشتي نكون شوف باختصار أقصد مكانه طرح لي الشدادي الذي كنت ناوي به خيمة واحدة ويقول لي أنه قاتل هو الحوثي. إذا كان الشدادي الذي تآمرت على ثورة فبراير هو الخلي وتقاتل هو الحوثي، لأن الحوثي بيقاتل الخليج، يعني كيف الذي تركب لنا أن الشدادي قاتل هو الحوثي؟ بمعنى ابعدوا ثورة فبراير من الصراعات الذي بعدها، ابعدوا ثورة فبراير من عند دخول علي محسن الساحة. إذا تريدون ثورة فبراير من يعني بعد كيف نستبعد أستاذ محمد العماد؟
كيف نستبعد انضمام علي محسن يعني وهو قائد الفرقه الاولى مدرع انضمام للثوره نستبعدها طالما احنا لم نستبعد انضمام ميليشيات مسلحه مثل الحوثي يعني على اي اساس؟ كلهم ميليشيات مسلحه وعيال الاحمر يعيشون ميليشيات مسلحه. اتحدث عن 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 عن, عن, عن علي محسن كجيش يعني كجيش دوله وانضم للثوره بشروط فبراير. انا الثوره فبراير لم تنفي احد ودت طيب. الشيخ ودت المذهبيين ودت كلهم. وبالمقابل ماذا قدم الحوثيين لفبراير ولي رموز فبراير ولي قيم فبراير؟ الحوثيين لثورة فبراير وثورة أهداف فبراير قدموا في مؤتمر الحوار الوطني عندما فرضوا رؤية كانت الجميع اليمنيين يدفع فيها بما فيهم الشباب. بعد مخرجات الحوار لم يقدم لا الحوثي ولا الإصلاح شيء لفبراير، وإنما بدأ الجميع يتصارع ودخلنا في الصراع الدولي الذي وصلنا اليمن إلى ما وصلت إليه اليوم، ويتحمل الجميع المسؤولية. نعم. الساسة الذي كان في ثورة فبراير. طيب لا زلت لم ترد على السؤال وسأعيده إليك لأني أبحث عن إجابة منك. ماذا قدمت جماعة الحوثي لفبراير؟ فبراير هذه التي منحت جماعة الحوثي التي كانت جماعة مجرمة بحسب القانون، جماعة محجوزة في ثورة فبراير. قبل أتحدث قبل فبراير. نعم قبل فبراير كانت مجرمة بحسب القانون. وكانت محصورة في كهوف صعدة بحسب القانون الذي ثرنا عليه والذي تحالفتم بعد ذلك مع رئيسه. طيب أسألك ما الذي قدمتم خاصة بعد دعنا نأخذ بعد الانقلاب بعد أن أصبحت مؤسسة الدولة بالكامل مع جماعة الحوثي وحليفها المخلوع صالح الذي مفترض أنه ثورة فبراير قامت عليه؟ ما الذي قدمتمه لفبراير وقيم فبراير؟ ثورة فبراير قامت على نظام علي عبد الصمد نظام 33 سنة ورفضت الخليج. نعم. واليوم بسبب الصراع السياسي الذي أودى إلى ما نحن عليه صارعنا الخليج ونحن في الساحة، واليوم الإصلاح مع الخليج وصارع واستطعنا علي عبد الله صالح والحوثي اليوم مع وعلي عبد الله مع الحوثي. بمعنى أهداف ثورة فبراير ابعدوها عن مصارعة القيادة السياسيين. أنا هذا نعم نعم أستاذ محمد العماد أنا نعم يعني نحن كنا واضحين معك منذ التنسيق لهذه الحلقة بأن هذه الحلقة هي تدور حول سؤال محوري، لماذا شارك أو اشتركت جماعة الحوثي في فبراير؟ هذا هو السؤال الذي تدور حوله الحلقة وعليك أن تلتزم وأنت أيضا تعرف هذا موضوع الحلقة. شاركت أنصار نعم. الله فيها قلناها من البداية لأن أنصار الله مثلهم مثل الإصلاح مثل الاشتراكية الذي جمعهم نظام 33 سنة. أما من النوايا الذي بيتت لم يكن أحد يعلم أيش النوايا الإصلاح عندما في المبادرة الخليجية والسيطرة على الحكومة، ولا أيش نوايا الحوثي بعد مخرجات الحوار، ولا أيش نوايا الاشتراكي مع الناصري. نعم طيب ماذا عن شراكة أو تحالف جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي مع المخلوع صالح؟ يعني ومفترض أن الحوثي هذا من 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 مكونات فبراير، يعني كيف يمكن أن تفسر لنا هذا التحالف؟ أعتقد بأن تحالف الحوثي مع علي عبد الله صالح كتحالف الإخوان مع الإمارات. لا ما لا 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 ما علاقة ما علاقة الإخوان يعني بالإمارات؟ عفوا استاذ محمد ما علاقه تتحدث انا عن مكون يتحالف مع الخصم الرئيسي له والاخوان الذي تآمر عليه في 2011 هي الامارات وتآمر عليه في مصر وفي اليمن واليوم بيتقاتلوا في صف واحد في مارب. كما ان علي عبد الله صالح ادرك في النهايه هذا الصراع قوى سياسيه لا ليس لها هدف ثوره فبراير بين التحالفات التي اتت اليوم، ولا يمكنني اعكس عمل الاصلاح الى ثوره 11 فبراير، ولا يمكنني اعكس عمل الحوثي وشراكته مع علي عبد الله صالح اهداف ثوره فبراير. ثوره فبراير كانت ثوره شبابيه يتمنى كل شاب ان نصل اليها. ممتاز. على اي حال انت يعني كتبت حتى على صفحتك قبل ايام عدت لتذكر باهداف ثوره فبراير وكتبت أكيد. نعم وكان الهدف الاول وهذه الاهداف طبعا ليست يعني من بنات افكارك، هي اهداف التي توافق عليها اليمنيون في الساحات، اسقاط النظام الفردي الاسري الاستبدادي وبالتاكيد كان اشاره الى نظام صالح الذي تحول بحكم نعم انقلاب الحوثي الى نظام سلالي. استاذ محمد المقبلي، هناك من يتهم شباب فبراير بانهم مسؤولون لإعادة الإمامة إلى الواجهة من خلال تحالفهم مع الحوثيين في فبراير وتمكينهم من الوصول إلى صنعاء وإلى جميع المحافظات، ويحملون أيضا ثورة فبراير مسؤولية ما وصلنا إليه الآن. هذه أسطوانة مشروخة
في حقيقة الأمر ثورة فبراير فتحت المجال لكل القوى المدنية السلمية. جماعة الحوثي دخلت إلى صنعاء وأجتاحت الدولة ليس في ثورة 11 فبراير ولكن بالانقلاب الأخير بالتحالف مع علي عبد الله صالح. جماعة الحوثي أول ما وجهت سهام انتقامها وجهتها لشباب ثورة فبراير. جماعة الحوثي اعتقلت هؤلاء الشباب الصحفيين الإعلاميين وهم من ثورة 11 فبراير. وأنا هنا أسأل محمد العماد، ماذا قدمت لزميلك عبد الخالق عمران الذي في سجون أولاد عمك تحت التعذيب، وماذا قدمت للآلاف من رفاقك في ثورة 11 فبراير المسجونين في سجون سري في صنعاء؟ جماعة الحوثي دخلت صنعاء ليس في ثورة 11 فبراير، إنما في انقلاب معروف بدأ بعربة الديناميت من دماج إلى عمران، وهذه أشياء سيسجلها التاريخ ولا يمكن مغالطة التاريخ الحديث. فيما يتعلق بكلام الأخ محمد عندما قال يجب أن نبعد ثورة 11 فبراير من طبيعة اللحظة الراهنة، أسأله سؤال، لماذا اجتاحت ميليشيات الحوثي وصالح تعز لم تجتاحها إلا لأنها قلب 11 فبراير؟ لماذا اعتقلت جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح الآلاف من الشباب؟ لم تعتقلهم ولم تسجنهم ولم تعذبهم إلا لأنهم من شباب 11 فبراير. لماذا اختطفت ميليشيا الحوثي أمين الشفق أحد المنظمين لمسيرة الماء والذي لا يزال في المختطف إلى الآن؟ لأنه أراد أن ينظم مسيرة ماء لإرواء تعز المحاصرة، هو أصبح الآن مختطف ومخفي قسرياً. إذن لا يمكن فصل الصراع في هذه اللحظة الراهنة عن طبيعة التراكمات في ثورة 11 فبراير. انظري إلى طبيعة تحركات جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح. ألم يبدأوا باقتحام اللواء 310 الذي كان أحد أنوية ثورة 11 فبراير من الجيش المنظم؟ ألم يقتحموا الفرقة الأولى مدرع والمؤسسة؟ نعم، بالمقابل سيد محمد المقبلي أيضا بالمقابل ما الذي فعله شباب فبراير منذ 11 فبراير ومنذ الساحات حتى اليوم؟ ما الذي فعله لكشف حقيقة هذا المكون أمام الملأ؟ يعني هل ألا يعتبر تستر أيضا كان يعني سكوت شباب فبراير على ما يحدث من أخطاء وجرائم ترتكبها مكونات تنتمي لفبراير، يعتبر تستر على هذه المكونات؟ كانوا في قلب اللحظة التاريخية وكشفوا ممارسات جماعة الحوثي أولا بأولا من داخل الثورة والغدر الذي كانت تمارسه في داخل الثورة والخيانات في ساحة الثورة والمخالفة لمبادئ وشروط 11 فبراير. كانوا شباب 11 فبراير أول من نزلوا من نقلوا المأساة للمحاصرين في دماج والمهجرين. ثورة شباب 11 فبراير لا يزالوا في قلب المقاومة منهم الشهداء. ألم يكن مصور الثورة البارز محمد اليمني أحد شباب 11 فبراير الذي قتل على يد قناصة في جماعة الحوثي؟ ألم تكن الشخصيات الاجتماعية الذي انخرطت في ثورة 11 فبراير هي التي تعرضت منازلها للتفجير منهم الشيخ علي مسعود بدير؟ ألم يكن حمود المخلافي من أبرز الشخصيات الاجتماعية في تعز المنضم إلى 11 فبراير وهو الذي قدم ابنه وأخوه وقاد مقاومة شعبية؟ ألم يكن اللواء 35 مدرع ومأرب قلب الجمهورية وقلب ثورة 11 فبراير هم الذين كانوا في مواجهة المشروع الإمامي؟ ألم تكن المقاومة الجنوبية الذي هي امتداد للحراك السلمي الذي كان مقدمة لثورة 11 فبراير هو من واجه انقلاب الحوثي واجتياحه؟ ألم تكن هذه المؤسسة مؤسسة بلقيس الرائدة والإعلاميين في الداخل والخارج والصحفيين في الداخل والخارج الذين دفعوا ثمن هذا الكشف وكشفوا زيف جماعة الحوثي وكشفوا جرائمها وكشفوا انتهاكاتها؟ بل إن الحقوقيين الذين كانوا ضمن قوى 11 فبراير هم الذي استطاعوا أن يعروا والمفكرين والمثقفين أن يعروا هذا المشروع الإمامي الخميني الذي نزل إلى الساحة ولديه نموذج ذهني منفصل عن النموذج الذهني لثوار 11 فبراير. كان لدى ثوار 11 فبراير نموذج ذهني ممثل في ثورة سبتمبر ونموذج إقليمي ممثل في الثورات العربية التي بدأت من تونس، بينما كان لجماعة الحوثي نموذج ذهني وهو الإمامة الذي هي امتداد للهادي الرشي والأولاد حميد الدين. نعم، وكان لها نموذج إقليمي وهو النموذج الخميني. لقد استطاع ثوار 11 فبراير أن يحولوا هذه الجماعة من مستنقع المظلومية ليكشفوا للشعب أن هؤلاء الدجالين والمزيفين وأعداء حرية الشعب وأعداء أحلامه وأعداء تطلعاته هم الذين فجروا منازل الأحرار من أبناء اليمن وهم الذين بنوا فلل قرآنية على حساب الشعب، وفي مقدمتهم الزميل العزيز محمد العماد الذي أصبح من أثرياء الطبقة الفاسدة التي نهبت قوت اليمنيين ونهبت شركات النفط ونهبوا ممتلكات اليمن ونهبوا الصحف والمؤسسات. طيب إذن ليحققوا حالة ثراء على حساب أحلام الشعب وتطلعاته. نعم، إذن استطاع الحوثيون أن
يكسبوا من غنائم يعني فبراير كما يقال، وبالمقابل لم يقدموا لفبراير شيء. هناك أيضا من يقول بأنهم حتى في أدائهم أثناء الثورة كانوا يرفعون هتافات السلمية داخل الساحات ويقاتلون في المحافظة الأخرى، إلى أن استحوذوا على محافظة صعدة والمحافظة التي تليها إلى أن وصلوا إلى صنعاء. أيضا كانوا يرفضون المبادرة الخليجية من جهة، ويعني يشتركون في غنائم المبادرة الخليجية من حكومة ومن مؤتمر حوار. ألا يعتبر ذلك جزء من التقية السياسية التي مارستها جماعة الحوثي مع جميع فرق العمل السياسي سيد محمد العماد؟ وكما أشار أيضا محمد المقبلي بأنه لم يضرب بفبراير وبرموز فبراير أي جهة كما أضرت بها جماعة الحوثي التي دخلت فبراير لتلتهم كل شيء وبالمقابل لم تعطي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء معي حق الرد فيما يخص الاتهام الذي نحن دعناهم يتهمون أمام الإعلام، ولكن يجب أن يعرف العالم ويعرف شباب الإصلاح الذي يسمع اليوم بأن محمد العماد تم عزله في من شركة النفط، وتم عزله في بداية من اللجان الثورية بسبب مواقفه المخالفة لهم، وإن محمد العماد المبتلين عليه بالعمارة، وأنا أول واحد سوف مستعد أن أحاكم إذا كان لي ديال من أنصار الله أو من اللجان الثورية أو من شركة النفط. أنا مستعد أن أحاكم ليس في اليمن فقط، ولكن حدد الدولة التي تريد أن تحاكموني وأنا أحاكم. أما الافتراءات الذي بينه بسبب وجود نعم لا بأس، يعني مظاهر الفساد نحن نتكلم، دعنا نعتبر هذا الاتهام موجه إلى جماعة الحوثي بشكل عام، ومظاهر الفساد غير خافية على أحد. لحظة لا خفيف خفايا الفساد، تكلمي على ثاني مش أنا أتكلم على نفسي. عندما أصبح إمعاء الأخ محمد كان الإمعاءات الأخرى الذي يصدقون ما يقال. الشيء الآخر فيما يتكلم إن كانت الهدف ثورة فبراير، أخي العزيز عندما استدلت للهدف من ثورة فبراير إني دخلوا تعز، أنت بتتكلم نول دخلوا عمران دخلوا كذا، صراع سياسي كان، صراع سياسي عسكري بين الإصلاح وأنصار الله، وأساد الله أرددها إلى أن وصلوا لا وسط لا وسط عدن. أما أن نطرح ثورة فبراير بعيدة عن أي هذا الكلام، ولكن سنبدأ نتكلم بشفافية ليعلم الجميع، والذي لم كن أكون أود أن أدخل فيك، يعلم الجميع بأن الأخ محمد الذي يتكلم ويدعي من أول إحنا صابرين ونقول وحدوا صلوا على النبي بس، وثورة فبراير ما لهاش دخل. ولكن كيف يعني كيف ثورة فبراير ما لهاش دخل؟ يعني معلش أستاذ محمد، فبراير هي سياق نقاشنا لهذه الحلقة، ولولا فبراير ما كان الحوثي خرج من كهوف صعدة حتى اليوم، يعني كان محاصر في صعدة. لولا ثورة فبراير وشرعنة الإصلاح بنا نحن كشباب من جميع الأطياف، لما استطاع الإصلاح أن يتحرك شبر واحد، لأنه متهم بأنه شريك علي عبد الله صالح خلال 33 سنة. يتحرك إلى أين؟ ثورة فبراير ثورة نعم عفوا لولا الإصلاح تغطى بغطاء الشباب عندما دخلت يا سيدي الإصلاح كان حزب سياسي متواجد في كل الساحات وكان مشارك في انتخابية ثلاثة أو أربع انتخابات يعني نيابية ورئاسية. لو سمحتي هل ثورة أهداف ثورة 11 فبراير أن نفجر علي عبد الله صالح وسط مسجده؟ هل ثورة 11 فبراير أن ندخل نجاتر وسط الحسبة بالبنادق؟ لا نبتعد عن هذه اللغة. ثورة فبراير كانت إلى الأهداف الأولى وإلى السلمية الأولى، وعندما جرحت الطلقة الأولى بدأت ثورة فبراير أن تتحول ثورة عسكرية أيديولوجية، بدأ كل طرف يحمل سلاح ويقاتل الآخر، ولكن ليس وسط الساحة، كان وسط الساحة يتضارب الإصلاح في الخيام وأنصار الله بالعصي، وإذا قاتلهم في الجوف، وإذا قاتلهم في عمران، وإذا قاتلهم في حجة، وإذا قاتلهم في صعدة. لكنهم أخيرا احتكموا إلى مؤتمر الحوار، لكنهم جلسوا حتى مع المخلوع وأعضاء المخلوع أيضا في مؤتمر الحوار. دعنا نصل إلى ما وصلت إليه الأمور. في مؤتمر الحوار، وإذا قاتلهم خارج مؤتمر الحوار مثل طيب. ما كانوا في الساحة، نحن في خيمة واحدة وهم بيتقاتلوا خارج الخيمة، وأنصار الله والإصلاح، وفي مؤتمر الحوار كانوا كلهم في طاولة الحوار والقتلى بتكون نعم. وهل هذا مبرر لإسقاط الدولة؟ هذا مبرر للقوى السياسية. أنا بقولش أنا كمحمد في لجنة في كمحمد في هذا 11 فبراير أنا لست مع أي قتال. أهداف ثورة فبراير كانت أهداف مجيدة، كانت أهداف تجسد ثورة 26 سنة. فلا أخذ في خطاب
الكهنوتية والإمامية. هذا خطاب عفن، خطاب ردده علي عبد الله صالح 33 سنة، وللأسف هم الذي طبقونه، والإصلاح طلع يردد نفس الخطاب. الكل يريد طيب 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 أستاذ محمد العمد، هناك من يسأل يعني من مشاركات أيضا على صفحة الفيسبوك، يعني الصديق محمد الحفيظي يتساءل لماذا بعد انقلاب الحوثي المشؤوم كانت كل تحركاتهم وحروبهم ضد رفيق الثورة ولم تمس عدو الثورة وعدو الحروب الست؟ طبيعي بالطبيعي عدو الثورة هو الذي قامت عليها الثورة استغل سراح أنصار الله والإصلاح. عدو الثورة مثل ما استغلت اليوم الخليج واستغل واصبح قادة ثورة 11 فبراير الذين قالوا بأن الذين في غرف الإنعاش يحكموننا، وكان يقصد السعودية وكان يقصد الإمارات، اليوم أصبح السريع مع الخليج. نعم، إذا الحوثي خان فبراير، هذا استغلال، هذا ما لهش دخل 11 فبراير، هذا قوى سياسية. أنصار الله ليسم 11 فبراير، الإصلاح ليسم 11 فبراير. إذا من هو 11 فبراير؟ نعم، من هو 11 فبراير إذا لم يكن الإصلاح والحوثيين والمشاركين في الساحات؟ أقول لك الإصلاح ليس من هدف فبراير. لماذا؟ الهدف فبراير واضحة بإسقاط النظام. الإصلاح أعطى النظام السابق 50%، نفس ما أعطى الآن أنصار الله. ليش نتهم الإصلاح؟ أنصار الله اليوم لماذا أدوا 50%؟ وقدم شركاء علي عبد الله صالح، ما هم أسقطوا الثورة وجابوا لعلي عبد الله صالح 50%. نعم، على أي حال هناك فرق بين أن يتشارك الفرقاء السياسيون عن طريق طاولة الحوار وعن طريق يعني المبادرات السلمية بمن يتشارك ويتحالف بالسلاح. نعم شباب الثورة، نعم يعني أنت تتحدث الآن عن شراكة 50% في حكومة الوفاق الوطني، كانت جماعة الحوثي أيضا مشاركة فيها، كانت جماعة الحوثي أيضا مشاركة فيها مع علي عبد الله صالح، وكانت مشاركة معها عندما أتت المبادرة الخليجية، أتت بدماء، ما جش المبادرة الخليجية بلاش في النهاية أي شيء. نعم. وعلي عبد الله صالح وصل هو الحوثي في مصالح الدولة 50%، والطرفين وصلوا في مصالح الدولة 50% الإصلاح. بمعنى لا نربط الصراع السياسي للإصلاح وعلي عبد الله وللنصار الله والخليج في ثورة فبراير. ثورة فبراير كانت ضد علي عبد الله، كانت ضد الأيديولوجية، كانت ضد الخليج والذي يريدون ان يسقطوا ثورات الربيع العربي. نعم، وكانك سيد محمد العماد وكانك تتحدث عن ثوره فبراير بانها يعني شعارات وليست عباره عن مكونات سياسيه تتبنى هذه الشعارات وهذا الخطاب الوطني. اتحول بسؤال اخير الى نعم سيد محمد المقبلي، وهو سؤال جاء على لسان صديق سليم الجلال، وهو تحدث عن أنه أول أسباب مشاركة الجماعة الحوثية في الثورة لأنها مثلت الأفق الذي سيمكنها من فك الحصار السلطوي عليها، وثانيا لأنها تريد تثبيت نفسها كحركة ثورية ولديها شرعية تتمسك بها بدلا من كونها متمردة، وثالثا لأنها تسعى للثأر من خصومها باسم الثورة، ناهيك عن إمكانية استغلالها للثورة بصورة سيئة وكمنصة لتثبيت نفسها، وليس إيمانا بالثورة ومبادئها ظنا أنها قد تغير لصالحها ومشروعها، إضافة إلى أنها تريد أشخاص وقوى من داخل الثورة ذاتها أملا في انتقامها، وغيرها من الأسباب المتعلقة بالبعد الدولي والإقليمي كمحاققة السعودية وتفخيخ الثورة من داخلها. هل أستاذ محمد المقبلي، هو سؤال أخير، تعتقد بأن هذه الأمور كانت فعلا خافية وغائبة عن شباب الثورة خلال الفترة الماضية من فبراير حتى الآن؟ لم تكن خافية، كان هدفنا الأساسي هو أن نخرج هذه الجماعة السرطانية من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة ليعرف حقيقة الشعب. فيما يتعلق بالإسطوانة الذي يرددها محمد في بداية الحلقة، لست معني هنا في الدفاع عن الإصلاح، لديه مؤسسات الإعلامية ستدافع عنه، ولكن الإصلاح تحول بالنسبة لهم إلى وسواس قهري ويحتاج في هذا الأمر إلى مصحة. لكن في حقيقة الأمر جماعة الحوثي في طرف والشعب في طرف، انقلبت على الاشتراكي، على الناصري، على السلفيين، هجرت اليهود، اعتقلت الشباب، أطلقت النار على الصحفي نبيل سويع وهو ليس قيادي في حزب الإصلاح، أقلقت كل المؤسسات الصحفية الإصلاحية والغير إصلاحية. ما الذي يفعلونه في تعز وقيادة الإصلاح أصبحت في الخارج؟ ما الذي يفعلونه في تهامة من نهب وفي مؤمن فيد؟ ما الذي يفعلونه في إب من نهب أراضي المواطنين كل يوم والاغتيالات في الشوارع؟ هذه الجماعة الفاشية أصبحت خطر على اليمن وعلى الإقليم وعلى العالم. فيما يتعلق بحديثه عن الدخول فيما يتعلق بالخليج، هؤلاء الذين يدعوا أنهم في عداء ذهبوا مرغمين وذليلين لتناول الكبسة في ظهران الجنوب، ووقعوا اتفاقية مذلة ومهينة
أمام المملكة العربية السعودية، وهم أنفسهم الذين نزعوا الألغام مرغمين تحت سلاح الأباتشي. هؤلاء العبودية متأصلة فيهم، انتقامهم على الإصلاح، على الثورة، على كل من يحمل المشروع الحرية انتقام طبيعي جدا. فكلما تتأصل العبودية والعنصرية في أعماقه، هو في طبيعة الأمر يحمل كتلة من الانتقام ضد كل ما له علاقة بالحرية. أنا أسأله سؤال: هل سجنتكم حكومة الوفاق التي قلت أنها توافقية؟ هل قمعت تظاهراتكم في يوم ما؟ هل أخذتكم إلى السجون كما فعلت في الأحرار؟ هل أخذت القيادة السياسية لكم إلى السجون كما فعلتم بمحمد قحطان؟ أنتم غبار التاريخ، وأنتم أصبحتم وصمة عار في جبين الذات اليمنية الحديثة التي ستعرف كيف تعاقب كل الذين خذلوا أحلام الشعب وكل الذين دمروا مقومات الشعب. اليوم أنتم أصبحتم مجرمين في نظر القانون اليمني، مجرمين في نظر القانون الإنساني الدولي، مجرمون في نظرية في نظر المعاهدات والاتفاقيات، مجرمون في نظر وثيقة الحوار الوطني والعدالة الانتقالية الذين رفضتم التوقيع عليها، وعندما وقع عليها الدكتور أحمد شرف الدين في الليل تم اغتياله في صباح اليوم الثاني. التاريخ الآن يسجل، وعلى قولة المثل اليمني الحسابة تحسب وبيننا يا ذرة وقت المكيل. شكرا جزيلا أستاذ محمد المقبلي، عضو مجلس شباب الثورة السلمية من اسطنبول، وأيضا أشكرك جزيلا الشكر الأستاذ محمد العماد عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية، من كان معنا عبر الهاتف من صنعاء. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.